وقد أخرج الحاكم في المستدرك، والقصة يطعن فيها بعض الناس، ولكن الذي يترجح أنها صحيحة وأن لها أصل، وهي قصة إسلام كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني. فكعب هو وريث والده زهير بن أبي سلمى الذي هو من الشعراء الستة كما تعلمون، وكان كعب شاعرا في حياة أبيه. وعندما أسلم أخوه بشير وهاجر إلى المدينة، ثقل ذلك على كعب وخاطبه ببعض الشعر يقول فيه: سقاك بها المأمون كأسا روية فأنهلك المأمون منها وعلك. فأجابه بشير بقوله: فدين زهير وهو لا شيء دينه، ودين أبي سلمى علي محرم. ويقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدر دم كعب، فبلغه ذلك فضاقت به الأرض بما رحبت، وكان يتنقل في قبائل العرب يريد من يجيره فلا يجد، فقرر أن يأتي إلى المدينة تائبا، وجاء من غير أن يستأذن ومن دون أن يأتي بشفعاء. وهذه قاعدة شيخه زياد النابغة الظبياني، فإنه قال للنعمان بن المنذر في اعتذاريته في قصيدته التي مطلعها: كتمتك ليلا بالجمومين ساهرا، وهمين هما مستكنا وظاهرا، أحاديث نفس تشتكي ما يريبها، وورد هموم لم يجدن مصادرا. هذه يقول فيها: فآليت لا آتيك. أقسم أن لا يأتيه معتذرا ولا مجرما، ولا بل لا بد أن يأتي وهو شامخ الرأس، مع ذلك لم يأتي. سأكعم كلبي أن يريبك نبحه، وبين ابتعاده عنه، ومع ذلك سبحان الله يدعو له ويثني عليه في آخر هذه القصيدة دعاء عجيبا، يقول: أقول وإن شطت بي الدار عنكم، وإذا ما لقينا من معد مسافرا، لكني إلى النعمان حيث لقيته، فأهدى له الله الغيوث البواكرا، وصبحه فلج ولا زال كعبه على كل من ناوى من الناس ظاهرا، ورب عليه الله أحسن صنعه، وكان له على البرية ناصرا، وألفيته يوما يبير عدوه، وبحر عطاء يستخف المعابر. فجاء كعب وقت صلاة الفجر حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرفه بالوصف كما في مستدرك الحاكم: فعرفته بالوصف. فجلس بين يديه وشهد شهادة الحق وعرف بنفسه وأنشد قصيدته، وهي على مهيع الشعر الجاهلي الذي استدرك عليه أبو الطيب المتنبي: كل بليغ قال شعرا متيم، إذا كان مدح فالنسيب المقدم، وكل أديب قال شعرا متيم. فافتتحها بغزله المعروف: بانت سعاد في قلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يهد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هفاء مقبلة عجزاء مدبرة، لا يشتكى قصر منها ولا طول، من اللواتي إذا ما خلة صدقت، يشفي مضاجعها شم وتقبيل. إلى أن يقول فيها: وقال كل خليل كنت آمله، لا ألهينك إني عنك مشغول، فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول، نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، وقد أتيت رسول الله معتذرا، والعذر عند رسول الله مقبول، مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة فلم أذنب وإن كثرت في الأقاويل، وقد أقوم مقاما لو يقوم به أرى، وأسمع ما لو يسمع الفيل، لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل، إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول، في فدية من قريش قال قائلهم: ببطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء، ولا ميل معازيل، يمشون مشي الجمال السمر، يعصمهم ضرب إذا عرض السود التنابيل، لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل. ففي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل منه عذره وأهدى إليه بردة من لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تعمده الخلفاء فيما بعد، يخلعون ملابسهم على الشعراء، يقولون خلع عليه خلعة سنية، فأعطاه هذه البردة، فكانت عند ذريته حتى اشتراها منهم معاوية بن أبي سفيان 40,000 من الدنانير.
وهي أغلى من ذلك برده رسول الله صلى الله عليه وسلم.